السلام عليكم متابعي قناه شوف تي في المباشر من مدينه سطات. اليوم المدينه ديال سطات كتسجل بها حاله اصابه واحده بكورونا، صفر حالات في 24 ساعه. لكم من خلال هذا البث المباشر من قلب مدينه سطات، عاصمه الشاويه، سطات بلادي، سطات الولافه، كنحييكم في اطار الرصد والتتبع الحاله الوبائيه اللي كتعرفها البلاد على العموم. المدينه ديال سطات هذه مجمل الاجواء متابعي قناه شوف تي في من قلب مدينه سطات، عاصمه الشاويه، سطات بلادي، سطات الولافه، وفي اطار الرصد والتتبع الحاله الوبائيه اللي كتعرفها البلاد. يعني المدينه ديال سطات حاله اصابه واحده في 24. كنعتذروا مجددا متابعي قناه شوف تي في على العطب التقني الخارج على الاراده، لانه بالمدينه ديال سطات كاين ضعف فيما يخص الصبيب ديال الانترنت. كنكون مجددا متابعي قناه شوف تي في من خلال هذا البث المباشر من قلب مدينه سطات. اليوم المدينه ديال سطات كتسجل فيها حاله اصابه واحده بكورونا، صفر حاله وفاه. الحمد لله، يعني كان انخفاض في عدد الاصابات بكورونا واحده، صفر حاله وفاه في 24 ساعه الماضيه. يعني مزيد من الحذر، مزيد من الالتزام بالاجراءات الصحيه والوقائيه اللي كتنص عليها السلطات المعنيه في المجال. مجددا متابعينا مشاهدينا الاوفياء القناه، اليوم اللي كيتزامن مع العطله ديال نهايه الاسبوع، اليوم الاحد، يعني العديد من الساكنه ديال مدينه سطات اللي كتحاول انها كتقضي هذه الاوقات ديالها بعض الارجاء ديال المدينه، الارجاء ديال سطات. على تواصلكم وتفاعلكم من خلال هذا البث المباشر اللي المدينه ديال سطات في 24 ساعه الماضيه. يعني مزيد من الحذر، مزيد. كننقلكم معنا متابعينا مشاهدينا الاوفياء القناه شوف تي في من خلال هذا البث المباشر اللي كيدخل في اطار الرصد والتتبع الحاله الوبائيه بالمدينه. اليوم لم يتم من خلال هذا البث المباشر اللي كنرصدوا فيه الحاله الوبائيه ديال المدينه، اللي المدينه ديال سطات يعني تم تسجيل فيها حاله اصابه واحده دون تسجيل اي حاله وفاه. ما بين مدينه برشيد وما بين مدينه سطات، هذا الشارع الرئيسي، شارع الحسن الثاني، اللي كيف ما كتشوفوا يعني اجواء ليليه مثيره بالقلب ديال مدينه سطات، عاصمه الشاويه. كنحيوكم وكنشكركم على ساعه الصدر ديالكم والتفاعل ديالكم والتواصل ديالكم متابعينا مشاهدينا الاوفياء القناه شوف تي في من خلال هذا البث المباشر من مدينه سطات، عاصمه الشاويه. كنشكر. هذه مجمل الاجواء متابعينا الاوفياء القناه شوف تي في من خلال هذا البث المباشر من قلب مدينه سطات اللي كان كيدخل في اطار